نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو دواء أو علاج سحري أو خلطة سحرية أو وصفة ساحرة، حاجات كثيرة ومسميات كثيرة ممكن نحن نطلقها على السلوك اللي بيرافقنا اليوم. ممكن إنك تشافي من خلاله أشخاص كثير لمجرد ما إنك تعطيهم هذا الدواء، يكونوا مهمومين، تعبانين، ضبحانين، حاسين بنوع من الإحباط، بنوع من الكآبة، يتشافوا على طول بمجرد ما أنت تقدم لهم هذه الوصفة السحرية. وبالمقابل أنت كمان ممكن تتشافى من آلامك، من تعبك، من ضنكك، من جراحك، من إحساسك بالوحدة، من إحساسك بالألم، لمجرد ما الأشخاص هذول يعطوك هذا الدواء. طب يعني الناس يقدروا يجيبوا لي هذا الدواء وأنا أقدر أجيبه للناس لكن ما أقدرش أجيبه لنفسي؟ أيوة، هذه ميزة سلوكنا لهذا اليوم. أنت تشافي فيها الناس وتسعد فيها الناس، والناس يسعدوك ويشفوك ويعطوك نوع من الأمل، لكن ما يقدرش كل شخص أنه يعطيه لنفسه. تعبت تفكير صح، الموضوع مؤرق، ما في بنحنش طافة حتى نفكر نشي نعرف إيش هذا السلوك بسرعة. بنعرف هذا السلوك. موضوع حلقة اليوم هو الكلمة الطيبة. ياه، كل هذه المقدمات وكل هذه العبارات عشان نقول سلوك اليوم هو الكلمة الطيبة. أيوة، عشان الكلمة الطيبة تعمل مفعول سحري زي ما ذكرنا، وهي فعلا وصفة سحرية. خلونا نستحضر لثواني يعني إيش كلمة طيبة. يعني حاجة لما أسمعها أفرح، أحس بقلبي نوع من الألفة، لما أسمعها أطمئن، لما أسمعها أحس إن أنا فرحان جداً وما فيش حد زيي في الحياة، أنبسط، أحس قلبي من داخل مبسوط مبتسم. الكلمة الطيبة يعني أثر ملموس في حياتك، يعني حاجة عمرك ما تنسيها، تجلس عاملة زي البصمة في كل فترة من فترات حياتك، وبالأخير تفتح لك أبواب الخير. طيب الكلمة السحرية أو الوصفة السحرية هذه كيف شكلها؟ أكيد ما لها الشكل عشان هي في الأول والأخير كلمة، بس الكلمة هذه تعطيك نوع من الاستقرار، ما تأذيش حد، تخلي علاقتك دائماً ناعمة مع الناس، تعطيك إحساس بأن الحياة ما زال فيها أشخاص خيرين، تعطيك إحساس في حياتك أن كل عمل أنا بعمله اليوم بلاقي ثمرته بكرة. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. وعشان نعرف أن الكلمة الطيبة دي بجد هي عبارة عن مفعول سحري أو دواء، وانتوا تقروا القرآن شوفوا كم الله سبحانه وتعالى حط الكلمة هذه بكم موضع، وانتوا تقروا الأحاديث شوفوا كم حديث موجود فيه الكلمة الطيبة أو حث على الكلمة الطيبة أو دعا للكلمة الطيبة. فعلاً إحنا اليوم نتكلم عن خلطة سحرية بامتياز وموجودة عند كل الناس. طيب أنا الآن إيش بستفيد لما أجلس أوزع على الناس كلمة طيبة كلمة طيبة؟ إيش الفائدة اللي أنا ممكن ألاقيها؟ الكلمة الطيبة تعكس الطيبة اللي داخلتك أنت، وبحجم الطيبة اللي موجودة في قلبك بيكون حجم الكلام الطيب اللي أنت تعطيه للناس. إذا كانت طيبة قلبك كبيرة، فأنت بتحاول قدر الإمكان إنك خلال اليوم الواحد على الأقل تعطي للناس كلمات طيبة كثيرة. وإذا كان العكس فالناتج بيكون العكس، الكلمة الطيبة تحول عدوك إلى صديق،
تكسر العود اليابس زي ما يقولوا. الكلمة الطيبة تحول الحقد اللي داخلك إلى محبة. ليش؟ عشان احنا في عندنا ميزة لغاية الآن، يمكن هي الميزة الوحيدة دي بس في الموضوع. إيش هي؟ عيب أو استحي. لما إنسان تكون أنت تعطيه كل تصرفاتك يابسة وقاسية وقوية وما فيهاش أي نوع من اللين، وفجأة تلاقي الإنسان هذا بادر لك بكلمة طيبة، تستحي، تحس إنه فيك نوع من الخجل. هذا اللي يعمله مفعول الكلمة الطيبة في حياتنا. الكلمة الطيبة تمسح أحياناً دموع كثير ناس وتقرب كثير ناس متباعدين. بالرغم من إن هي كلمة تلاقي الناس تايهين عنها كثير تحت مسمى مالوش داعي. تلاقي الزوج يبخل على زوجته بكلمة حلوة وهو يشوفها مع العيال، بعد البيت، بعد دراستهم، بعد المطبخ، بعد أكله، بعد لبسه، بعد شربه. ولما أنت تقول له طيب الكلمة الطيبة صدقة، يقول لك إيش من كلمة طيبة؟ بتشوف نفسه، بتاخذ بنفسه مقلب، أجلس أعوده كلمة طيبة، كل كلمة طيبة على كل شوية، أصلاً هذا واجبها. من قال لك إن هذا واجبها؟ أنت أخذتها زوجة، ما أخذتها شغالة. وبالمقابل الأب يبخل على ابنه بالكلمة الطيبة، لما يشوفه متفوق في دراسته، لما يشوفه إنسان شاقي على نفسه، إنسان باني نفسه بنفسه، إنسان سمعته طيبة بين الأهل بين الجيران. طب سمعه كلمة حلوة، طب جيب له كلمة حسنة، أسمعه كلمة حلوة كلمة حسنة عشان يقوم يتمرد عليا بعدين، ما عليك منه خليه يشتحط. سهلا. ها هذه الاوراق اللي طلبتها مننا وجهزناها وكل شيء، بس باقي توقيعك. اولا الاوراق انا طلبتين قبل يومين، صح ولا لا؟ انت بس تاخرت يا مدير، واحنا ما تاخرت يعني عادك تطلعني انا الغلطان. انا الغلطان. ايوه، لانه هذا الكلام ما ينفعش. ام بتصيروا طلبتها قبل يومين، جهزها لي قبل يومين، يعني بينتي لك زلط. المفروض تنجز لي العمل على ما اشتهي انا، مش على ما تشتهي انت. طيب خلاص الحين ولا يهمك ايش اشتهي، انقلع ولا اشتهي حاجه، انقلع بدي الاوراق وانقلع من قدامي. خلاص ولا يهمك، برا يلا. يا بس هدي اعصابك شويه عشان العامل اللي والمفروض يحتاج الكلمه الطيبه. يا اخي اتعبني اتعبني. ولو كلمه طيبه فوق كل احتفال. ده الحين قلد الله كيف تشتيني عاملهم بالطيب، هولا لو عاملهم بالطيب عيقتلبوني مدراء. لا لا لا، هذا بوجهه نظرك، بس الكلمه الطيبه هي ما شاء الله تكون فوق كل احتفال. يعني برايك هكذا زيد نجرب؟ أيوه. معهم هذه الطريقه اكيد نجرب معهم الكلمه الطيبه. يلا. نجربها. يلا. على العموم شكرا على النصيحه يا اخي، وان شاء الله نزيد نجرب هذا. اياك وشكرا على تقبلك. الله يستر عليك يا حبيبي، نشوفك على خير. يلا. كان في احد ملوك الفرس، الملك هذا اصدر بيان انه اي شخص يقول كلمه طيبه بيعطيه 400 دينار. وفي يوم من الايام والملك ماشي مع حاشيته في المدينه، لقى فلاح طيب ومسكين وجالس يزرع حاله حال نفسه. راح لعنده قال له ايش تزرع يا والد؟ قال له ازرع الزيتون. قال له تزرع الزيتون وانت عمرك ما يقارب 70 سنة، يعني تقريبا بقى من عمرك حوالي 5 أو 10 أو حتى 20 سنة، وانت عارف ان شجرة الزيتون محتاجة على الاقل 20 سنة عشان تنمو. قال له الفلاح أهالينا زرعوا الزيتون وإحنا حصدناه، والآن إحنا بنزرع الزيتون عشان أولادنا أو أحفادنا يحصدوه. فرح الملك بهذه الكلمة وأمر الحاشية إنه يعطوا هذا الشخص 400 دينار. أخذ هذا الفلاح 400 دينار وابتسم. فسأله الملك ليش ابتسمت؟ رد عليها الفلاح شجرة الزيتون تثمر بعد 20 سنة وأنا شجرتي أثمرت اليوم. انبسط الملك وأمر الحاشية أنهم يعطوه كمان 400 دينار، فابتسم
واستغرب الملك وقال له: ما لك الآن تبتسم؟ فرد عليها الفلاح: شجرة الزيتون تثمر مرة واحدة في السنة، وشجرتي أثمرت مرتين. فضحك الملك وأمر الحاشية بإعطاء هذا الفلاح كمان 400 دينار. أعطاها 400 دينار وهرب. فسألوه الحاشية: ليش هربت يا ملك؟ قال لهم الملك: إذا استمر هذا الشخص بالحديث خزائن الدولة بتفضى، وكلام الرجل الطيب هذا ما بيخلصش. الناس زمان كان عندها روح الحث على كل شيء جميل، روح مبادرات على كل شيء جميل، بس عشان تقول للناس اعملوا العمل الصالح. الآن للأسف يطلع مقطع باليوتيوب أو يطلع بوست على الفيسبوك ولا حتى في الواتساب، وانشروا انشروا انشروا انشروا، تلاقيه في كل الجروبات اللي معك، تسمع فيه بالتلفزيون، تشوفه على الانترنت، والشيء هذا يكون خاطئ. وبالمقابل الناس تقول لك: انشر عشان نوقف هذا الشيء، انشر عشان نعرف السيئة هذه كم هي تأذي المسلمين، انشر 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 انشر. وانت بطريقة النشر هذه تحث على عمل الشيء السيء. لو انت حابب انك توقف السيء، اقطعه اول ما يوصل لعندك، اقطعه، سواء كان رسالة او كانت صورة او كان بوست او كان اي حاجة. ولو تحب عمل الخير ينتشر، انشره. من اليوم بيشمر السواعد وبيبدأ يسجل لنفسه بورقة وقلم كلمات طيبة. طب الكلمة الطيبة دي كيف بيكون شكله؟ أي حاجة تؤدي المعنى، تفي بالغرض، تعطي للإنسان إحساس بروح المحبة والسرور والتفاؤل، وتعطي للإنسان أمل في الحياة، تعتبر كلمة طيبة. وإن شاء الله يومكم ينتهي ويبتدي دائماً بكلمات طيبة في رمضان وفي غير رمضان. بكذا مشاهدين الكرام نكون أوشكنا على حط الرحال، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، إلى الكلمة الطيبة. وإن شاء الله الكلمة الطيبة ما يكونش لها ختام في حياتكم أبداً، ولنا لقاء معاكم بإذن الله بكرة على نفس الموعد، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجوم، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا، نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس واحنا على قيد الوجود. نقدر نجود رمضان 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 بالخير تعود.